كيشوف جميع الاداء تاعي في الشطره الحمد لله، يعني انا مرتاح، يعني واخا ماشي داك لو نيفو اللي انا كنتمنى نوصل ليه، ولكن ان شاء الله يعني في لا فاز روتور يعني نزيد ان شاء الله نتحسن ونجي نساند الفريق ديالي. والحمد لله كما قلتي راه حنا فريق كاجماع يعني كلشي تيادي مزيان، وهذه السنه هذه يعني قمنا بواحد يعني الشطر الاول مسابقه يعني كان جد رائع واشد المتفائلين، يعني ما كانش كينتظر انه فريق حسني تكادير غيسالي يعني الشطر الاول في المرتبه الاولى. والحمد لله يعني دابا هذا يعطينا حافز باش ان شاء الله نزيدو نشتغلو ونزيدو نقدمو واحد الاداء مزيان باش يخلينا يعني امو على سير العام ان شاء الله نكونوا ما بين ثلاث الفرق الاولى ان شاء الله. احنا من بدايه الموسم يعني كي قلت لك اشد المتفائلين، ما كانش كينتظر يعني انه حسن تكادير غيكون يعني الاول ولا غينافس على الدرع، وحتى حنا عمرنا بعنا الوهم الجماهير يعني كي كنا كنقولوا من الاول مع المدرب ديالنا يعني في البدايه الموسم تنقولوا يعني لوبجيكتيف ديالنا انه نكونوا ما بين خمسه الفرق الاولى. شاءت الظروف يعني لقاتنا يعني في البريمير بلاص، احنا غاديين يعني لو وصلت الدوره 20 و22 لقينا راسنا يعني مازال عندنا المقومات باش ننافسوا على البطوله، يعني لماذا؟ هاد الساعه هذيك كيقول المدرب ديما احنا كننافسوا ماتش من مورا ماتش، وان شاء الله يعني كي قلت لك كنتمناو خير ان شاء الله، يعني اومو نتكلاصوا ما بين الثلاثه الاولين ان شاء الله. والحمد لله دابا غادي نبداو الشطر الثاني اللي غادي نحاولوا باش نديروا كل ما في جهدنا باش نرضيو الجماهير ديالنا والستاف تكنيك والستاف ميديكال والكوميتي. والحمد لله احنا قادرين باش نحتلوا المراتب الاولى، وان شاء الله احنا غادي نلعبوا ماتش بار ماتش، والشامبيونه راه ما غاديش تحسم من دابا، الشامبيونه يعني تتقرب للتسالي وعاد تحسم. الحمد لله احنا غادي نديروا كل ما في جهدنا باش نرضيو الجماهير ديالنا وستاف ميديكال وستاف تكنيك.